موجود معانا واحد من المسؤولين عن كرة القدم في النادي الأهلي، مدير الكرة في النادي الأهلي، وعنده حاجات كتير قوي. لما بنتكلم على التحديات والصعوبات، وكلنا متفقين على أصعب دوري السنة دي، في تحديات، في صعوبات، في أزمات واجهتك بصفة شخصية أو التيم كله بصفة عامة؟ كلمنا شوية عن الحتة دي يا سيد. طيب، يمكن بالنسبه لنا، يمكن احنا اكتر نادي في مصر او في افريقيا بنعترف بالعمل الجماعي، كلنا بننجح بشكل كبير قوي، لان كلنا بيبقى في صحيح في اختصاصات، صحيح في ادوار، صحيح في التزامات لناس معينه بشيء معين، ممكن يبقى في مساعده، لكن في النهايه في ادوار انت بتحاسب عليها في الاخر يعني. لكن كل ده بيترجم في الاخر لعمل جماعي. المنظومه كلها السنه دي كانت على اكمل وجه. يمكن اشتغلنا في ظروف صعبه، قابلتنا مواجهات صعبه، قابلتنا ازمات كتير قوي، حاجات خارجيه وحاجات داخليه، قابلتنا حاجات اصعب مما تتخيل في الفريق نفسه. احنا وصلنا لدرجه ان احنا عندنا حوالي 17 من 14 ل 17 لعيب مصاب. ايوه، في فتره زمنيه ما كانش فيها لعيبه كتير اصلا، اللي هي ما قبل يناير يعني. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين، كان عندنا ثقة في نفسنا بشكل كبير جدا، كان عندنا ثقة في إمكانياتنا وقدراتنا وشخصياتنا وهويتنا اللي قالها شيتوس وفاروق. وزي ما انت شايف كده يعني، احنا بره الكورة في جو رهيب جدا من الصحوبية والأخوة والعائلة الواحدة، لكن لو هنشتغل مع بعض ممكن ما تلاقيش الجو ده خالص. صح، يعني هتلاقي حب وهتلاقي ارتباط بيننا وبين بعض وكل حاجة، لكن في النهاية في شغل، في التزام، في مسؤوليه، في اسم كبير انت بتدافع عنه حتى في الملعب. أيوة. يعني ممكن وانت تستغرب مثلا الثلاثه دول بيتعاملوا مع بعض كده ازاي، وهايلين جدا وهايلين جدا وكل حاجه، لكن في النهايه في الملعب بقى هتلاقي شخصيات تانية. الدوري ده يعني كان فيه ممكن تحديات كبيره خاصه بالنادي نفسه. ايوه، يعني عدينا بدوريات كتير قوي، ممكن يبقى الفارق في بعض الاوقات كان زي كده او اكتر من كده او اقل من كده شويه، وفي اوقات كنت انت بتبقى راكب الدوري من بدري قوي والدنيا مرتاحه وكل حاجه، لكن الدوري ده كان فيه تحديات يعني ممكن تبقى خارجيه، ممكن تبقى شخصيه، ممكن تبقى جماهيريه، في تحديات اعلاميه حتى لاول مره تلاقي ناس بتطلع في الاعلام بتتكلم بشكل يعني مهين. صحيح. للنادي الاهلي كان في تحديات على المستوى حتى الشخصي، ما بينك وما بين زمايلك، ما بينك وما بين ناس في جيلك ولا حاجه، كان في تحديات. صحيح. منافسه، كل ده منافسه. كان في تحديات على مستوى مثلا الـ الفرق، على مستوى الجماهير. كان التحدي الاكبر كان على مستوى صائد البطولات. ايوه، انت عارف صائد البطولات طبعا. قول لنا عليها يا سيكو. صائد البطولات يا راجل. زكريا. صائد البطولات يا راجل، اللي تقول له يا صائد كده ما يبصش لانه مش اسمه. مش ناجح تقصد يعني؟ صائد البطولات، هو بيسمي نفسه صائد البطولات يعني، بطوله كل 6 سنين وصائد البطولات. ففي تحديات بتحصل، ده اكبر تحدي بالنسبه لي يعني. تمام. الجزء المهم قوي ان انت في بعض الاوقات كنت بتاخد قرارات قد يكون فيها نوع من يعني تناسب الفتره، وفي اوقات بتاخد قرارات وانت عارف كويس قوي انها مش هتفيدك دلوقتي لكن هتساعد في استقرار التيم مستقبلا. أيوة. ودي من اهم حاجه للنادي الاهلي، بتبقى عارف ان انت ممكن النهارده بسبب القرار ده تتاثر فنيا، لكن تربويا هتحافظ على التيم او هتحافظ على الفرقه. حصلت كتير في اوقات كتير، ممكن تبقى محتاج حد لعيب مثلا، بس اللعيب ده تجاوز في حته معينه النهارده، مش معنى ان هو عندي ماتش بعد 4 ايام او 5 ايام لازم اطبطب عليه، ما ينفعش. انا رايح لريسك، بس عارف كويس قوي ان بعد لو ربنا كرمني في الماتش ده التيم هيستقر اكتر واكتر. فالتحديات دي كانت كتير جدا السنه دي، عشان كده الواحد فرحان جدا بالدوري، جمهور النادي الاهلي كله فرحان بالدوري، لكن عايزين شغل تاني اكتر السنه الجايه. صحيح. عندنا التزامات اكتر السنه الجايه، قرارات خدناها، وقرارات على فكره خدها غيرنا فادتنا. يعني اكتر قرار ممكن يكون فادنا احنا ما عملناهوش، قرار الخصم لما قرر ان هو يستعين بحكام اجانب، دي اكتر من اكتر القرارات اللي فادتنا جدا جدا. كان فاضل حوالي 6 مباريات خسروا فيها 14 نقطة بحكام أجانب. يعني الإنتاج الحربي، حرس الحدود، عندك الأهلي، وكان قبلهم بيراميدز، 14 نقطة في حوالي 8 مباريات أو 9 مباريات، من أكتر. ودي مش بتاعتنا إحنا بقى. ده هو ساعدنا فيها بقرار. صحيح. فمن الحاجات اللي كانت
يعني شيقه جدا السنه دي هو الدوري، لكن السنه الجايه الظروف هتبقى اصعب، خلي بالك مؤكد الدنيا طيب. هتبقى عايزه شغل اكتر. بصوا على المستوى الشخصي ما شكتش ان الدوري هيروح من النادي الاهلي، وهتلاقوا على الاكونت بتاعي كنت دايما بقول وكلامي كان للجماهير ان لا انا عن الدوري الدرع مش هيخرج من الدولاب، كنت دايما بقول كده ومصر ان الاهلي هياخد الدوري، وقد كان، لان الدوري ده ممتع جدا في زي ما سيد بيقول ممتع في ازمات. معلش هقطعك يا كابتن زكريا، بس مش هتعيش عليه بقى خلاص. لا من النهارده انت بتقفل خلاص. بتقفل على حاجه، لان انت صحيح. عندك تحديات كتيره، عندك افريقيا وعندك كاس مصر وعندك دوري جديد. مزبوط. عندك تحديات كتيره قوي، فمش هتعيش عليه. الدوري بفرحته وبهجته وسعادته وفرحه الناس كلها بيه وكل حاجه، لكن في النهايه بقى ماضي انتهى. صحيح. وده جزء انك بتقفل دايما، الاهلي كده بيقفل الصفحه ويشوف الصفحه اللي بعدها. روح انت كنت